من جديد نرحب بالسيد عمر الفرحان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب من بغداد. مرحبا بك معنا مجددا سيد عمر. عناصر القبعات الزرق التابعة لميليشيا السرايا اعتدت بشكل واضح على النساء المشاركات والطالبات في ساحة التحرير، وكان هذا الاعتداء في الحقيقة بشكل قاسي حيث استخدمت السكاكين والهراوات في الاعتداء على النساء. هل وثقتم هذه الجريمة وبماذا تعاقبون عليها؟ نعم، قمنا بتوثيق هذه الجريمة والجرائم الأخرى. هذه الميليشيات لا تحترم قانون ولا تحترم الفئات المستضعفة ولا تحترم أي شريعة سماوية ولا أخلاق ولا نواميس كونية، وهذا بالتالي يعني هو جراء لسكوت الحكومة وسكوت المجتمع الدولي عن هذه الجرائم والأفعال، وهذه بالتأكيد هي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهي ايضا تندرج ضمن الجرائم ضد الانسانيه. فهذه التظاهرات التي خرجت هي محفوله دستوريا ومحفوله قانونيا، وبالتالي لا يمكن لاي شخص المساس بها، وعلى الحكومه من واجبها واساس عملها هو الحمايه والحفاظ على ارواح المدنيين الموجودين في هذه التظاهرات، ولا يمكن ان تدخل اي جهه خارجيه في هذا الشأن. وبالتالي منذ التظاهرات وحتى في عام 2014 يعني كانت الحكومة هي من تدبر هذه الأمور وتسيرها وتحابي الميليشيات وتقوم بتغطيتها قانونيا، وهذه الأمور كلها مرفوضة جملة وتفصيلا. وعلى المجتمع الدولي أن يعي أن هذه الحكومة باتت عاجزة وليس لها أي سلطة على هذه الميليشيات، ومن يتحكم بالملف هو الميليشيات. فإذا يعني هناك إجراءات رادعة، هناك محاسبة قانونية، محاسبة دولية، هناك يعني الكثير من الأمور يجب أن على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يتدخل فورا في حماية ومساعدة هؤلاء الأبناء الذين باتوا لقمة سائغة في يد الميليشيات، ولا يمكن الأمر بصورة عفوية أو سكوت مطلق. من ضمن هذه الانتهاكات أيضا التي قامت بها القبعات الزرق هي مصادرة هواتف الناشطين في ساحات التظاهر في محاولة للتغطية على الجريمة المرتكبة بحقهم. هل من حق هذه الميليشيا أن تقوم بهذا الإجراء أو الانتهاك؟ يعني هذا الإجراء بسيط. الانتهاك الخطير هو التعدي على الحريات، الانتهاك الخطير هو القتل. الانتهاك الآن وصلنا فيديو قبل قليل لمقتل طفل يعني من مواليد 2002 على يد هذه الميليشيات. يعني بأي ذنب قتلت هذه الأرواح وزهقت ودمرت المحافظات وغيرها؟ يعني هم يحاولون يعني عدم الكشف عن مصيرهم، ولكن المجتمع كله بات يرفض ويرفض هذه الانتهاكات ويفحصها بشكل جيد ويوثق من قام بهذه الانتهاكات. يعني من غير المعقول ان تدعي الميليشيات انهم او مقتدى الصدر او قيس الخزعلي هؤلاء قاده الميليشيات ان يقولوا ان الميليشيات لم تتدخل في هذا الموضوع وان هناك تظاهر خارج. من هذه الاطراف الخارجيه؟ اذا الان هي الاطراف الخارجيه والطرف الثالث هم هؤلاء الميليشيات الذين يعني لم تدعهم اي قوانين واي مساءله قانونيه، وبالتالي يعني لا مصادره الهواتف ولا غيرها من الاجراءات القمعيه سوف تحميهم من المساءله القانونيه والدوليه. هل يلجأ من يتعرضون لهذه الجرائم والانتهاكات إلى المراكز الحقوقية وكيف يتم التعامل معهم؟ يعني الكثير يتخوفون من هذه المراكز ولا سيما المراكز الحقوقية في الداخل، وحتى الدولية باتت يعني عاجزة في ظل الضغط الدولي والممارسات السياسية على هذه المنظمات من عدم تفعيل قانون المحاسبة أو غيرها من عمليات التوثيق. ونحن نطلب أيضا من خلال شاشاتكم الكريمة أن كل من لديه ضحية أو انتهاك أو أي شيء أضر بحياته بنفسيته
الالتجاء الى المركز العراقي وتوثيق هذه الحالات، حيث نقوم بكثير من الحالات، حالات التعذيب، حالات الاختفاء القسري، الاختطاف، كل هذه نقوم الان بمساعدة منظمات دولية نوصلها إلى الأمم المتحدة مباشرة في شكوى عادلة إليها، وبالتالي ننقذ ما يمكن إنقاذه من هذه الجرائم الوحشية ضد المدنيين. شكرا لك السيد عمر الفرحان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من بغداد.